اهلا بيك يا كابتن عميد، منور الدنيا. ربنا يخليك. تحياتي ليك وللساده المشاهدين جميعا. يعني انا باشمهندس قلت في اول الانترو بتاعي، قلت النادي الاهلي ادى درس كبير جدا جدا لكل الناس، ادى درس للجميع ان الاهلي ازاي يحافظ على اولاده ويبقوا في حضنه، وادى درس لاولاده ان الاهلي فوق الجميع. بص يا كابتن ميدو، مش في دماغنا موضوع الدروس ده، وان كان ممكن يبقى في دروس، لكن هي اعظم الدروس اللي انت ما بتخشش تسمع محاضره، لكن بتشوف اللي بيحصل وبتشوف النتائج وبتشوف بتؤدي الى ايه. احنا اللي انت قلته، انت لخصت حاجات كتير جدا. كيف نحافظ على كيان الاهلي؟ كيف نحافظ على كرامه اولادنا؟ كيف نحافظ على اولادنا؟ كيف نحافظ على ثوابت وقيم وتقاليد عريقه بنت النادي الاهلي؟ وهي دي مشكله للناس اللي مش عايزه تفهم. يا جماعه، ده سر الاهلي، هذا هو سر الاهلي. اكيد الناس بتقول لك يعني ايه قيم وتقاليد. كانت تعلم جيدا اللي روج لفكره ان يقتل فكره القيم وتقاليد النادي الاهلي. مفيش حاجه اسمها قيم وتقاليد النادي الاهلي، ليبتلعها للاسف بعض المنتمين للنادي الاهلي. للاسف اقول هذا، لتكون المعركه من اول يوم لا في قيم وتقاليد هي دي سر النادي الاهلي. اكيد ما حدث خلال الايام الماضيه يلخص هذا الامر دون الرجوع الى تفاصيل الناس كلها عارفاها. اكيد لكن انت عامل حلقه فيها احتفال بالدوري، احتفال بالارقام القياسيه، احتفال بتنظيم البطولات، احتفال بتحقيق البطولات، احتفال بانك انت لا تتناقض مع نفسك. بالظبط، لان اللي مش وده اهم احتفال يا باشمهندس. للاسف الشديد حتى من ولادنا متسرعين، لكن يعني احنا مش هنعيش عمرنا نقول اسرارنا ونشرح. عشان انت بتحب الاهلي زي ما لقيته ووثقت فيه وثقت في ناسه، يا تبقى عندنا مشكله. لان اللي سابونا ما شرحوش لحد حاجه، ما كانوش مطالبين يقولوا للناس كل يوم وكل دقيقه. بالزبط. انا عملت دي وهعمل كذا بكره وهعملها ليه. بالظبط، احنا عارفين ما يدور داخل النادي الاهلي، عارفين نحافظ عليه. ارجو اللي بيثق في الاهلي انه يكمل معانا، اللي ما بيثقش فينا ما عندناش حل تاني، ما فيش في ايدنا حاجه اللي نعمله. لكن من فضلك ما تعطلناش، بس مش اكتر من كده. كل الناس يا باشمهندس، اتفضل، كل الناس بتثق في النادي الاهلي وبيثقوا فيه ومتاكدين من الثقه بتاعتهم كمان، والنادي الاهلي كل يوم بيقول للناس انا محل ثقه ومحل ثقه عاليه كمان. عشان كده بقول لحضرتك ان اهم احتفال النهارده بالنسبه لي انا شخصيا هو التوطيد وترسيخ مبادئ النادي الاهلي من خلال القرارات المتخذه من مجلس اداره النادي الاهلي امبارح. مؤكد، وده كان سيناريو، احد السيناريوهات اللي كنا بنفكر فيها ازاي الموضوع ده ينتهي في احسن صوره، دون ان يظلم احد، ودون ان نتعدى على ثوابت الاهلي، ودون ان نفقد نظامنا وتاريخنا ومصداقيتنا في اداره الامور مع فريق كره هو مبني على هذا النظام. كل الناس يقول لك منظومه الاهلي. كلمه منظومه يعني بيتضفر فيها كذا حاجه يعني. اكيد اعتقد ان مساله ان الاهلي لا يعني صادق مع نفسه، صادق وانت لسه قايلها، يعني تمسكنا بهذه الثوابت وهذا المنهج، يا جماعه هو ده سر الاهلي. اكيد يعني بقى بارك لك على النجمه الرابعه بصفتك جزء كبير جدا من هذا الكيان الكبير يا باشمهندس. لا انت بقى يعني الحمد لله ان انا حضرتها، الحمد لله يعني ان شفت كيف تتحقق هذه النجمات، الحمد لله ان ما زال الاهلي قادر على انه يتحدى نفسه ويكسر ارقامه. يا جماعه لو تشوفوا العالم كله كيف ينظر للنادي الاهلي، تعرفوا النعمه اللي انتوا فيها يا شبابنا. والنبي اهدوا شويه، شوفوا النادي العالم الاهلي كيف ينظر اليه العالم والفيفا وكل الناس. بالظبط، ما تيجي سيرته بالزبط. من مؤيد او منافس الا الاحترام هو اللغه السائده.
وده اصعب ما يحصل عليه الانسان. ممكن ناس تحبك بدون سبب، حب غريزي الاب والام لاولادهم والعكس، تحبك حب الاناني الشاب والفتاه والزوج والزوجه، ولكن الاحترام هي مساله في منتهى الصعوبه ان تكتسب الاحترام، ولا ياتي في يوم وليله، وانما ياتي نتائج مواقف كثيره وعمل كثير الناس تصدقه فيقول لك لا الكلام ده ما يحصلش في الاهلي. اكيد. فاللي عايز يتنطر بقول له بشوقك خليك في الحفره اللي انت فيها مش عارف تطلع وتتنطر، ها؟ ودائما هتنظر بس رقبتك هتوجعك. صح، انا لسه قايل الكلام ده كتير. رقبتك هتوجعك بالظبط. الاحسن بقى ما تبصش خالص وتبدا تتسلق يمكن توصل. باشمهندس عادل الكويعي ان شاء الله تشهد الكثير من النجمات القادمه ان شاء الله، وان شاء الله تشهد ايضا الكثير من افريقيا باذن الله. مهندس الصفقات الغالي جدا على قلوبنا، شكرا جدا ليك. زي ما انا قلت بالظبط يا جماعه.